كارول، مطب تاني بحياتك في موضوع التحرش كنت أكثر من مرة حكي عنه. بهمني يشوف هذا المطب لأنه هدف كتير مهم منه. أنه أيام الإنسان بيقطع بقصص بفتكرة كبيرة بيرجع بيشوفها هي، بس في أشخاص مثله عم يمرقوا فيها. صحيح. شو اللي مرقتي فيه وشو بتقولي للي ممكن يكون عم يمرق بهيك ظرف؟ شو لازم يعمل؟ أنا بدي أقول شغلة، أنا عملته ما لازم يعملوا، لأنه أنا خطرت، يعني بمعنى أنه ما قلت لحدا، وهذا الشيء مش منيح، لأنه هالشيء صار أنا وصغيرة وكذا مرة، وكل مرة من جهة يعني. فيمكن شي 3 مرات تقريبا تعرضت لتحرش من أنا وطفلة، يعني مرة بال7 سنين ومرة بال10 وب12 سنة. هول الأعمار كانوا كتير قاسيين، مرقت فيهم بتحرش وما قلت لحدا، لا لأمي ولا لبي ولا لخبرت حدا. بالعكس خفتي؟ يمكن استحيت أو مش فهماني، ما فهمت شو عم بيصير. أول شيء، أول بتكون طفل ما بتفهم، بس لما صارت معي 3 مرة ب12 سنة كنت خلص فهمت فهمت استوعبت. فهددت الشخص، يعني كنت كتير قوية، ما بعرف شو صار معي، أنا واجهته هددت وصرت حس حالي إنه ما بقى هذا الموضوع يخوفني، لأنه عشت معه من ال7 سنين ل12 سنة. أقول لك أنا يعني هيدا بتفوت تفاصيل شوي هيدا، بس ما بنصح حدا يعمل مثلي. سيقبت أنا إنه هالشي قساني وقواني وقدرت واجهت، بس مش بالضرورة إنه غير أشخاص يطلعوا من هالشغلة بنفس منتصرين الطريقة. أو بنفس الطريقة. شو لازم يعمل شخص؟ لازم يحكي. يحكي لمين؟ لازم يحكي لحدا بيوثق فيه كتير، لحدا بيقدر بيصدقه. في ناس بيتعقدوا من هذا المستقبل. صحيح، بيعمل عقدة نفسية، وللأسف كمان في أهل ما بيصدقوا. هذا اللي بزعل، إنه أنا سمعت من عندي من أصحابي الأهل قالوا لا أنت عم تكذب، مش معقول هذا فلان يدق فيك، أنت عملت شيء لتخليه يدق فيك. تصور يعني إنه الأهل يشكوا بولادهم، هذا شيء كتير بيوجع للطفل، بيكسر الثقة، عامل الثقة بين الطفل والأهل، وهذا الشيء موجود بالعالم العربي. صح. للأسف إنه الأهل يشكوا بالشيء اللي عم بيقوله ابنهم أو بنتهم. شكرا على هالرسالة، مهمة كتير أنا بالنسبة لي، إنه مش الهدف نيجي وتعرضنا للموضوع وكيف، لا، الهدف كيف نقدر نعالجه، نعالجه ونوجهه، نوقف ونمشي قبل ما نوصل لعقدة نفسية.